كمان في اطار تجهيز لاعبي النادي الاهلي نفسيا لمواجهه الوداد المغربي يوم 4 يونيو اللي جاي في ذهاب دوري ابطال افريقيا، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بغلق مناقشه اي عروض، مش عايز يناقش اي عروض لاي لاعب في التوقيت الحالي. وعرفنا هنا في اخبار اون تايم ان في اكتر من عرض خليجي فعلا وصلوا للنادي الاهلي داخل صفوف النادي الاهلي من بعض لبعض اللاعبين خلال الايام اللي فاتت، جعل اكيد كولر يطلب من اداره النادي الاهلي ومن اللاعبين يتم غلق الباب تماما من اجل ضمان الحفاظ على تركيز اللاعبين مع الفريق، وده الطبيعي. النادي الاهلي خلاص اقترب من حصد لقب الدوري العام، لسه طبعا ما انتهش، لكن بصوره كبيره اذا قدر ان هو يفوز باللقاءات المؤجله هيبقى قريب جدا من الفوز باللقب الغايب في اخر نسختين. كمان بكل تاكيد اقترب خلاص من البطوله الافريقيه، فاضل خلاص خطوتين، لقاء الذهاب ولقاء الاياب. في كل تاكيد عايز ان هو يقفل على اللعيبه، مش عايز اللعيبه ان هو تنشغل باي عروض، مش عايز ان هو يشتت اللاعبين خارج الملعب بالعروض. فهو قال للعيبه ان هيتم مناقشه العروض دي بعد نهايه دوري ابطال افريقيا وبعد نهايه الدوري العام، وده الطبيعي بعد نهايه الموسم يتم مناقشه العروض. واكيد لو في عرض مناسب للنادي الاهلي بموافقه مارسيل كولر وارض مالي ايضا جيد للاعب، النادي الاهلي ما يتاخرش لاي لاعب، واكيد هيتم منحه فرصه. يعني شفنا في السنوات الاخيره النادي الاهلي بكل تاكيد كان بوافق على عروض لكتير وكتير من اللاعبين، وادى الفرصه لكتير ان هو يحترفوا خارج النادي الاهلي. في كل تاكيد هيتم مناقشه العروض دي بعد نهايه الموسم الحالي، لكن لازم يتم الفصل. النادي الاهلي لازم يكون كل تركيزه منصب على البطوله الافريقيه، مباراه الوداد بكل تاكيد هتكون صعبه، صعبه في القاهره ايضا رغم وجود جمهور النادي الاهلي، المباراه مش هتكون سهله. فريق الوداد فريق صاحب خبرات كبيره جدا زي ما قلت لحضراتكم في كل الخطوط، ولكن عايزين يعني يتم التركيز في الفتره المقبله. لكن النادي الاهلي امبارح قدم مباراه كبيره امام ام بي، ثنائيه نظيفه، والنادي الاهلي كان ممكن يضعف السكور، كتير من الفرص اللي راحت من النادي الاهلي، لكن الفتره المقبله طبعا النادي الاهلي هياخدها خطوه بخطوه حتى مباراه الوداد يوم 4 يونيو القادم.